احنا اللي في الجيش وفي الشرطة بنفقدهم شهداء او كل اللي بنفقدهم نتيجة الارهاب. انت عندك قضية ارهاب، مش البنت بتغتصب ده كمان الولاد. مش بس الولاد والبنات اللي بيغتصبوا يا استاذ مصطفى في الشارع المصري، لا، ذوي القدرات الفائقة. لما بنت من ذوي القدرات الفائقة دي تبقى شايلة ابنها على ايدها وهي عقليا في قصور. لما ولد صاحب احتياجات خاصة يعتدي عليه مدرس يغتصبه. نحن في مشكلة ما بنتكلمش عليها. ليه لا نتكلم عليها؟ احنا في مشكلة اخلاقية مرعبة، وحل المشكلة الاخلاقية اسهل بكتير قوي، اسهل بكتير قوي من الطريق ومن المباني. اسهل كيف يا استاذ محمد؟ هقول لك بقى. انت هتصلح حاجة في التعليم اللي هي التربية والتعليم، اللي بتمسك الطفل ده من عنده 5 سنين، هتهتمي بيه وسيب الباقي. الباقي خلاص هينفد وهنستحمله. بس ابني طفل الابتدائي اللي داخل ابتدائي، صلح التعليم في ابتدائي بس، واثناء ال6 سنين ابتدائي تكون بتصلح في اعدادي وثانوي، طلعت مواطن قيمه مضافه 100%. ولكن انت صلحت التعليم، انت هتاذي وزير التربيه والتعليم. عارف ليه؟ هتدمر له كل اللي عمله. بمسرحيه، ببرنامج في التلفزيون، بفيلم. لماذا اختفى المسرح؟ يحطم لك الفن، هيحطم لك اللي انت عملته في الاخلاق، هيحطم لك اللي انت كاسره بنيت في اولادك انك ربيتهم. يا استاذ مصطفى، لو بنتكلم السياسه والفن، زي ما السياسه في اللي احنا شايفينه في قصور، انا هقول لك في الفن هو معول مجرم من معاول الارهاب الحقيقي. تقدر تقول لي انا بس كلامي مش تعميم؟ نعم. ليس تعميما، لان في استثناءات كثيره اكيد، ولكن كعاده الاعلام لا ننظر الى النقطه السوداء. فانا همشي مع الاعلام ان انا ابص النقطه السوداء. احنا كل المسلسلات اللي بتتقدم، مش هقول 99.9%، هات لي انت مسلسل قدم نموذج للمراه نفخر كده ونقول ادي المراه المصريه. لازم تبقى عاهره، يا تاجرة مخدرات، يا بتتعاطى مخدرات، يا اي شيء، يا خينة. كل العوامل دي انت بتحطم في المجتمع. لما يجي الفنان يقول لك هو انا جايب ده من بيتنا، ما ده واقع المجتمع اللي بصوره. لا يا حبيبي بقى، لا. وحرية الابداع، فرق كبير بين حرية الابداع وحرية قلة الادب. انت النهارده يا استاذ مصطفى لما تخرج من الاستوديو تلاقي واحد ماسك مطوه وقتل واحد، كم واحد شافها؟ 10؟ 20؟ 30؟ 100؟ 1000؟ 10,000 شافوه. انت بتصور ده، اخترته تصوره من الواقع عشان تحطه كفن عشان يشوفه 300 مليون. صحيح. ويجي العربي لما تقول له انت ازاي، انت شقيق عربي بتشتم المرأة المصرية وبتهنها وتقول عليها عيرة ليه؟ قال لي استاذ محمد، واحنا جينا مصر، انا ما جيتش مصر وما شفتهاش، احنا بنشوفها من اللي بتصدره لنا من فن. لازم نقول الكلام ده يا استاذ مصطفى. لما يبقى كل، خد الخريطة كلها في كل القنوات. النهاردة فاضل السيدة أمينة رزق بس رحمها الله ترجع تاني الحياة عشان تعمل برنامج. النهاردة الفنانين كلهم بيعملوا برامج. أنا عملت برنامج، بس أنا مسرحت برنامج، يعني مش محاور، مش بغيب عقل المشاهد، على الأقل بحترم ده والجمهور حس ده. إنما لما تعمل كل القنوات بال6-7 برامج في كل قناة، أنت بتغيب عقل الناس. أنا كان نفسي الدولة تعمل قناة، وياما طالبنا قلنا لا، إحنا مصرين يبقى في وزير إعلام، ومن الخطأ إن ما يبقاش في وزير إعلام. وإحنا محتاجين إعلام موجه. بس يعني إيه موجه؟ أن يبني فيك الانتماء، أن يسمو بوجدانك، ويرتفع بقيمة عقلك، يرفع من قيمتك. هو ده الإعلام الموجه. لما تيجي الدولة النهاردة تعمل لك قناة مثلا، او مجموعه قنوات، لو كانت عملت، يعني ما احنا مش عارفين اي قناه بتفتح بتقول مين صاحبها. في قنوات اتفتحت وبنبص عليها ما نعرفش مين صاحبها، مش عايزين يقولوا مين صاحبها. انا اقول لك مين صاحبها. واحد حد قدم قنوات كنا نعتقد انها تنافس الغس اللي في السوق، قدمت اكثر غساسه، وقدمت اكثر اسفافا، وغيبت العقول. ما فيش حد هيقدر يقول لك الكلام ده يا استاذ مصطفى. انا بقوله لاني انا غيران على ان احنا ماشيين.
احنا لما طلعنا طلعنا قدام نجوم كبار عظماء اساتذتنا في الوقت الذي يضرب فيه مزبيره. يعني اساتذتنا احنا طالعين قدامهم اضفنا خطوه مش شجعنا خطوات. احنا مش ضد جيل جديد يجي، احنا ماشيين، بس لما يجي جيل جديد يبني على اللي احنا عملناه الواحد هيبقى مستريح. وانت في نفس الوقت مسبيره انت سايبه بيتاكل بيتاكل. بينما كان الاسهل واوفر فلوس. استاذ مصطفى افتكر معايا بقى، كانوا قناتين، برنامج للباليه عشان يوصل للناس يعني ايه فن باليه. كويس، ده مش شرط بس ماشي. برنامج للأوركسترا السيمفوني، برنامج للموسيقى العربية، برنامج للسلوكيات والقيم التراثية، برنامج ديني أقدر أسمعه وأتابعه وأنا مش خايف. كان ده التلفزيون المصري. كان التلفزيون المصري بيعمل مسلسل تاريخي أو مسلسل ديني كل سنة.